من روائح زمن الفن الجميل في واحد من الناس، معنا ضيف عزيز جدا. حكاية حبه مع الفن بدأت وبقى عنده 4 7 سنوات، وموهبته اتوردت على خشبة مسرح المدرسة. التحق بمعهد العالي للفنون المسرحية، مارس التمثيل والإخراج المسرحي وكمان التلفزيون، وبرع في تقديم الشخصيات خصوصا الشخصيات الدينية والتاريخية. مشواره تقريبا في 100 عمل فني، ومؤخرا تم تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما في الدورة الأولى. معايا ومعاكم في واحد من الناس الفنان الكبير مصطفى الدمرداش. سعيد بوجودي معاك جدا والله، وانا وخاصة ان انا شفتك من زمان يعني بقالي فترة، فانا سعيد جدا بواحد من الناس وبيك طبعا. يعني انتوا عائلة عريقة يا استاذ مصطفى، وذكرياتنا معاكم كتيرة أوي. وذكريات طبعاً. الناس كتيرة معاكم طبعا. انتوا كم طبعاً. اخ وكم اخت؟ شوف احنا يعني زمان او في الاول كنا 12، توفى 3 في اعمار مختلفة، وبعدين بقينا 9. اكبرنا الله يرحمه نور اخويا الكبير، واصغرنا اللي هو المايسترو رأفت الدمرداش. كنا 4 رجالة و5 بنات. يعني امتى بدأت بقى قصة حبك للفن؟ شوف حضرتك، انا من 7 سنوات كان نور الله يرحمه كان مخرج في المسرح القومي، وكان بيخرج بقى اعمال البروفات الصبح. نور يا جماعه ده هو الاستاذ نور الدمرداش، ملك الفيديو. ده من عمالقه الاخراج في التلفزيون طبعًا المصري طبعًا. الرعيل الاول للدراما. هو ممثل عظيم، لكن هو مخرج من اعظم مخرجين مصر. طبعا. فكان بيعمل البروفات في المسرح القومي بالنهار، وبالليل يجي الفنانين عندنا في البيت يعمل بروفه تانية بالليل. طبعا احنا كنا في زمان بقى كانت الاوض الواسعه والصالونات، ما كانش فيه الانتريه، ومش الانتريه والحاجات دي. فالجيل بتاعه بقى مين؟ شكري سرحان، صلاح سرحان، صلاح منصور، سميحه ايوب، ثناء جميل، ملك الجمل، حسين رياض، يعني جيل كبير جدا جدا الحقيقه. فانا كنت بخش، كان عندي 7 سنين يعني، كنت صغير قوي. فكان ينبي علي تخش هتحترم نفسك، كانت يعني تقعد ما تتحركش من على الكرسي اللي انت فيه. فالملحوظه دي نفعتني في حياتي، لان كنت بقعد اتامل فقط، لا اتكلم ولا اروح. اللهم الا بقى انت عارف اصغر واحد بقى، هات لنا شويه شاي، روح هات لنا ميه، هات لنا سجاير. يعني كنت شغال ايه. طب قول لي، كان مين واقف ضدك في التمثيل ومين كان بيأيدك؟ انا والدي كان واقف ضدي، والدتي كانت بتأيدني الحقيقه، يعني لان والدي لحد ما توفى، ومن يوم يعني ما بدأنا او من يوم ما خلفنا عمر ما ودانا الى مسرح ولا سينما، عمره يعني ملوش علاقه بالحاجات دي، ما كانش راضي. استاذ نور الدمرداش المخرج الكبير والفنان المخرج فاروق الدمرداش، لعبوا دور في ايه في حياه مصطفى الدمرداش؟ هو الاستاذ نور الله يرحمه كان من سن 7 سنين او 8 سنين كان بياخدني معاه زي ما كنت انا باخد احمد دمرداش ابني، كان بياخدني معاه جميع افلامه. فحضرت كل النجوم يعني اللي هو عمل معاهم الافلام، سعد حسني بقى، عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه. طب تفتكر كده ذكرياتكم ايه مع صغير على الحب؟ طبعا ايه طبعا. تفتكر ايه على هو صغير؟ يعني كان بياخدني معاه وقعد معاه طول النهار طبعا، وجيب لي سندوتشاتي والميه والدنيا كلها. احنا كنت رحت الكليه الحربيه في الاول؟ انت جبت معلومات دي منين؟ انا والدي ما كانش عايز يدخلني في الفن النهائي، لان كان عنده نور الدمرداش مخرج وممثل، فاروق الدمرداش مخرج وممثل، واحنا اساسا صعيده من المنيا، وانت عارف الصعيده بتوع زمان عايز واحد دكتور وواحد مهندس وواحد محاسب كده يعني. فما كانش موافق تماما، فوصى عليا في الكليه الحربيه عشان اخش. ورحت امتحانات الكليه الحربيه، اديت كم امتحان كده يعني، وجيت في امتحان اللياقه سقطت نفسي فيه. امتحان اللياقه الواحد يطلع على عشان يرمي نفسه في الميه، لازم يقول اسمه ورقم العسكري بتاعه. وانا اساسا بخاف من الميه، يعني اساسا كمان انا بخاف من الميه. فقعدوا يندهوا اسمي مره واثنين وثلاثه، رحت جاري وطالع ورميت نفسي. لو قلت اسمه لا مش عارف ايه، قال لك لا ده ما ينفعناش، لازم عنده ثقه ويقول اسمه بتاعه وينزل النزله الصح والكلام اللي هو ده. فما ما قبلتش، رحت مقدم من وراه في الاكاديميه. انا اساسا كنت مقدم في الاكاديميه قبل الحاجات دي. فقابلت الحمد لله في الاكاديميه، وعرف ان انا قدمت من وراه وقبلت يعني، فطردني من البيت.
فروحت قعدت بقى عند اخويا نور الله يرحمه الفنانه كريم مختار يعني، قعدت فتره كبيره يعني. وبعدين جه عمي خدني بقى من ايديا كده وراح له في البيت وقال له خلاص والولد دخل اكاديميه سيبه كمل بقى يعني، ما ينفع هيروح فين يعني، وده بكالوريوس ومش عارف ايه وبتاع. وكان في الوقت ده كان على ما اذكر ان المرحوم نور الدين مرداش كان مدير مراقبة التمثيليات، فهو بدا يعني ابويا يعرف ان اهو في مراكز اهي، في وظائف اهي، مش فنان بس يمثل ويخرج، لا في وظائف ممكن يبقى مدير ومدير عام وبتاع. فايه خلاص قابل وقعدت في البيت بقى واستمرت لحد ما، وبعد كده بقى جيل فاروق الدمرداش. مدام كريمه مختار الله يرحمها يعني كانت قريبه جدا من قلبي وانا بعرفها كويس، كانت دايما بتعتبرك تقول زي ابني. تماما تماما، لان هي مدام كريمه الله يرحمها يعني بعد وفاه والدتي كانت الام الثانيه ليا مع اخواتي البنات الكبار، كانوا امهات ليا برضه، وكانت اختي الكبيره، فكانت بتعزيني جدا، علاقتي بيها حلوه جدا، ما من مره مثلا تحس ان انا نفسي في حاجه وتجيبها لي يعني بصرف النظر عن بقيه الاخوات، وكانت لي عندها معزه خاصه. وكان دايما مثلا في التليفونات، كانت تليفونات بقت المنزليه تكلمني تقول لي اي مشكله مالكش دعوه بماما وبابا وبنور تيجي تقولها لنا، فما في مشكله يعني. مثلا اترفدت كتير من المدرسه عشان التمثيل، مسرح مدرسي زي حضرتك ما قلت، فاترفدت خلاص وانا خايف اقول لوالدي يعني وكده. فمره اترفدت رحت لاخويا نور قلت له، فقال لي طبعا هاخدك المدرسه ونقابل مدير المدرسه او الناظر ايامها يعني، وهضربك بالقلم قدامه عشان ايه يعني يحن شويه عليك بس. فروحنا انا هو المدرسه، وقفت انا قصاد المدير وهو قاعد، راح قايم واقف طخ 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 اربع خمس اقلام، احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على قلم واحد. دي ضايقتني منه، زعلتني منه جدا، فكلمتها في التليفون قلت له يرضيك يعني متفق معايا على قلم، يقعد يرزع فيا ده كله لا يعني ليه كده وبتاع. فقلت طب اسميه كان بيصور حاجه يعني بالتصوير هقول له. فلما روح قالت له فطلبني في التليفون في البيت، والوالده بقت لي خد اخوك عايز يكلمك، وما رضيتش انا بقى اكلمه نهائي خالص يعني وبتاع. بس بعد ساعه كده لقيته جايب العربيه وقال لي البس وخدني وفسحني بقى ولفينا بقى شويه بالعربيه، ورحت بقيت عنده يوم وبتاع وصالح لي يعني. فهي الحقيقه كنت بقول لها كل حاجه يعني. انت على فكره فيك شبه كبير جدا من معتز الدمرداش، يعني انت معتز شبه بعض قوي، انا اول ما خلي بالي دلوقتي. لا شو معتز الدمرداش اقرب واحد شبه ليا. مظبوط. بس هو في مره سواق تاكسي وانا راكب معاه قال لي عايز اقول لك حاجه يا استاذ مصطفى بس ما تزعلش. قلت له ايه؟ قال لي عيلتكم بتشبهني باليابانيين، كلكم شبه بعض كده. والله. شاركت الحقيقه يا استاذ مصطفى في اعمال كتيره جميله، لكن الغالب عليها اعمال دينيه، محمد رسول الله، لا اله الا الله، فرسان الله، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، المرأة في الاسلام، الفرسان على باب زويلة، القضاء في الاسلام. ايه يعني اولا ايه المسلسل الديني اللي انت بتعتز بيه وسط هؤلاء؟ الحسن البصري. الحسن البصري اخراج استاذنا الكبير احمد توفيق، مع طبعا بعتز طبعا بكل الاعمال الدينيه اللي هي اخراج الاستاذ احمد طنطاوي، لان الاستاذ احمد طنطاوي هو اللي اكتشفني، هو اللي قدمني في التلفزيون الحقيقه يعني. او يعني انا دخلت التلفزيون قعدت بعد ما اتخرجت حوالي اربع خمس سنين في التجنيد، مش التجنيد وبتاع، فكان زملائي سبقوني في المجال يعني في الشهره وفي المجال وبتاع. فجاء الاستاذ احمد طنطاوي اداني فرصه في القضبان، كانت بطوله الله يرحمه محمود مليجي والاستاذ عبد الله غيث، وكنت عامل دور كاركتر كده والحاجات اللي انت عارفها دي. بعد ما طلعت من القضبان بقت مصر والوطن العربي عرفوا مصطفى الدمرداش، فده برضو يعني بعتز بيه ده. فبعدين بعتز بكل اعمالي يا عمرو والله. بس في حاجه عايز اقول لحضرتك عليها، هو الغالب يتقال عليا ان انا اعمال دينيه وتاريخيه، لا انا عملت اعمال اجتماعيه كتيره جدا. لا انت عملت ادوار مركبه، انت عملت الاهطل والاخرس وغيرها والاعرج والاعمى. طب ايه اكتر نوع دور من النوعيه دي انت حبيته مثلا؟ انا حبيتهم كلهم يعني. انا خدت جايزه في مسلسل اسمه اللسان المر، كان اخراج استاذتنا الكبيره علويه زكي،
الجايزه الاكبر بقى اللي كان فيه مسلسل اسمه بعد العاصفه، اخراج الله يرحمه استاذنا الكبير اسماعيل عبد الحافظ وبطوله الاستاذه عفاف شعيب. ده كان دور مركب ودور عظيم جدا جدا الحقيقه، لان الدور يا عمرو كان مرحلتين، قريه صيادين وكده مش عارف ايه، والملابس صيادين بنبوطيه والحاجات دي كلها، والقريه كلها عايزه تلتهم عفاف شعيب، فانا باخدها من ايديها وعايز اهربها من القريه على محطه القطر، فبركبها القطر وطالع على السلم، القطر قام رحت انا مشي يعني، رحت انا واقع تحت القطر، رجلي اتقطعت بقى النصف الثاني من الدور ورجلي مقطوعه وعلى كرسي. فكان دور مميز وحلو وجميل. ايه العمل اللي شايف انك انت خرجت فيه كل امكانياتك الفنيه؟ هو بعد العاصفه الحقيقه. بس عايز اقول لك حاجه، انا في كل عمل بيجي لي كان عندي امتحان ثانويه عامه، يعني بذاكره بشكل مكثف جدا وبدرسه قوي وبدور على دقائق وبدور ببحث يعني انكش فيه اطلع حاجات خاصه بي انا بعيدا عن النص وعن المخرج، وبعدين بستاذن المخرج وكده، بلاقي الاعمال كلها يعني ابنائي فعلا يعني. لحظه تكريمك في الدوره الاولى لمهرجان الدراما عشتها ازاي؟ انا كرمت كتير قوي قبل كده، بس مش عن طريق مهرجانات، مهرجان دراما يعني، لا في مؤسسات كتيره وحاجات واخدت جوائز مش عارف ايه وبتاع، انما اللحظه دي كانت بتعتبر يعني مهمه جدا بالنسبه لي، ولحظه فارقه في حياتي، لان انا لما اكرم من مهرجان فني كبير زي مهرجان الدراما المصريه ده تتويج ليا وسام على صدري، بيقولوا لي ان انت الرحله بتاعتك دي كلها الفنيه وانت عارف احنا تعبنا قوي في حياتنا الفنيه يعني، فده تتويج ليك، فده اعتبرته يعني وسام كبير قوي. اثرت جدا في الناس لما اهديت التكريم الله يرحمها الفنانة الكبيرة سامية أمين حرم حضرتك. طبعا طبعا. كلمني عن قصة حبك ليها واستمرت قد ايه؟ شوف انا علاقتي بسامية يعني انا خدت الثانوية العامة، قدمت في الأكاديمية، فأول اسبوع في سنة أولى اتعرفت عليها، وقعدنا مع بعض بقى أولى والتانية والتالتة ورابعة، واتخرجنا شهر 7، خطبنا شهر 10، اتجوزنا بعديها بسنة، فعشرة عمر كبير جدا. الحاجة التانية ان الله يرحمها سامية يعني كانت سند ليا، انا اسف يعني، كانت سند ليا كبير جدا جدا، وقفت ورايا كتير قوي قوي، وكانت بتشجعني احيانا، كنت يعني اجي مثلا اخرج عمل والسنة اللي بعدها ابطل او اكاسي، كانت هي تقول لي لا لو ما دخلتش السنه دي في غيرك هيطلع، فكانت الحقيقه دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي كانت ام بمعنى الكلمه، كانت ست بيت بمعنى الكلمه، تخلص تصوير تروح على البيت على المطبخ على الولاد على الغسيل على المشهد، ده كان عمرها كده، فطبعا هي يعني شالتنا العمر ده كله انا والولاد. الله يرحمها. الله يرحمها. صحيح انك انت اللي اكتشفت احمد السقا؟ في مسرحيه النهارده اخر جنان. النهارده اخر جنان. الحقيقه يعني هو احمد السقا ايامها كان في البكالوريوس، والحقيقه يعني كنت شفته قبل كده في عمل يعني، بس كان لسه يعني ايه بدايات كده بسيطه، فاسندت ليه دور دور مش كبير قوي، كان هو ومعاه الفنان رشد الشامي، كنت اعمل كابل بينهم هما الاثنين يعني. الحقيقه احمد اشتغل على الدور قوي، وانا ساعدته فيه الحقيقه يعني، فبقى من ضمن المميزين في هذا العرض. وانا كان معايا في العمل ده كان معايا المرحوم عماد عبد الحليم المطرب الكبير، وكان معايا الفنانه الكبيره اطال الله في عمرها ليلى طاهر، وكان معايا استاذي فاروق الدمرداش، والاستاذ فاروق درس في البكالوريوس كان استاذي برضه، ومعايا نجوم كتير ومحمد خيري بقى ورضا حامد وسامي مغاوري، ويعني كان معايا كده يعني. ففي يوم من الايام كنا بنعرض في مسرح بيرم التونسي في اسكندريه، الله يرحمه استاذنا الكبير اسامه انور ركاشه جه اتفرج، فكده في الانتراكت في الراحه قال لي الاثنين دول مين؟
قلت له ده احمد السقا ورجل الشام. قال لي انا عايز اشوفهم. قلت له حاضر. فبعت يعني استدعيتهم، سلموا عليه ومش عارف ايه، وهم عارفينه طبعا. فقال لهم تعالوا لي يوم الاربعاء التلفزيون الساعه 10 صباحا، انا عايزكم. فقالوا له حاضر. رجل الشام الحقيقه ما راحش. احمد السقا ملتزم جدا جدا، 9:30 كان هناك في الاستوديو، فقابله بالاستاذ الكبير المخرج محمد فاضل. شافوا الاستاذ فاضل اداله بطوله النوى على طول، وبدا من النوى يعمل مشوار الفني. انا عرفت انك انت طباخ من الطراز الاول، ايه سر حبك للطبيخ؟ لا شوف، هو والله يا عمرو ده بقول لك كده، هو الطبيخ جه انا حابه من الاول، من ايام ما كنت في اعدادي حابب اعمل حاجات كده، انما هو جيب الامر. بمعنى يعني دلوقتي سامي الله يرحمها عندها تصوير الساعة 10 الصبح ل 11 بالليل، طب مين هياكل الولاد؟ كانوا صغيرين، فكان لازم انا ابدا لحد ما اتعلمت. طب افرض انا وساميه عندنا تصوير، فبدات شيرين تتعلم الطبيخ الحقيقه بجد يعني. طب انا وساميه وشيرين في الجامعه، بدا احمد يتعلم الطبيخ، فبدا احنا الاربعه شيف 5 ستار يعني بجد ما شاء الله. بنطبخ كويس قوي. ايه حكايه بقى الدمرداشيات؟ شوف انا يعني مجموعه خواطر جميله بتكتبها ومقالات ساخره، بقراها لك على صفحتك على الفيسبوك. الله يخليك، الحمد لله. لا انا ماليش في النت قوي يعني، لما تخش على صفحتي ما تلاقيش بكلم حد وحد يكلمني وهو الاخر، انما عامل دي مرداشيات دي يوميات انا يعني بعملها، كل ما يجي لي خاطر او حاجه فيها كده ايه نقد اجتماعي ساخر دمه خفيف، بس تحت كل كلمه 700,000 خط، هي دي الفكرة. وليا الحمد لله يعني متابعين كتير ومشاهدين كتير، وبعملها بخفة دم شوية، وبدل ما بقول وعجبي زي استاذنا صلاح الدين بقول وعشمي، عشان تبقى حاجة برضو خاصة بي انا. احمد وشيرين ورثوا منك حب الفن. احمد ما شاء الله ممثل موهوب وجميل الحمد لله، وشيرين بقت مخرجة. هل كنت حابب ان هم يخشوا الفن؟ هو احمد بالذات يعني من عنده. انت ايه رايك في احمد كممثل؟ شوف احمد كممثل موهوب جدا يعني، مش عشان ابني بقى وكده، لا هو فعلا موهوب، هو حقيقه موهوب ومثقف جدا وقارئ جدا وملتزم جدا وبيحترم مواعيده جدا الحقيقه. وبعدين الكلام ده حتى لو انا قلته وهو يعني ما احسنش القبول بالنسبه للناس، بقول اي كلام، انما قبوله عند الناس الحقيقه قبول كويس. وكنت باخده برضه من 7 سنين معايا، وعمل معايا 4 مسرحيات على فكره من الصغر بالتدرج السني كده، عمل معايا هو بكام النهارده وبكره ده النهارده، وبوبي جارد. انا عملت بوبي جارد مش بودي، لا بوبي جارد، كان معايا سيد ديان والمتصل بالله وفاء مكي وفادي عبد الغني، كان معايا تاليف استاذ يوسف معاط يعني، كان معايا. اخر عمل شفته كان السيده زينب بالنسبه لك، هنشوف اعمال ثانيه ليك؟ لا السيده زينب انا ما كملتوش. كملتوش؟ لا السيده زينب كنا نصرف في مدينه الانتاج الاعلامي، وكان تصويري حوالي يعني 15 20 يوم يعني، فصورنا اول يوم وتاني يوم، تالت يوم ورابع يوم كان في الاحداث يعني مولد السيده زينب، مولد كاملا عاملين طبعا المولد. فانت عارف من الاحداث الاحياء الشعبيه تلاقي من الاعيان يعمل حلقه ذكر في البيت عنده، اللي هم الناس الاغنياء يعملوا حلقه ذكر في المولد عندهم. فطبعا حلقه الذكر دي كان فيها منشدين وطرق صوفيه والدفوف والمجاميع، فصورنا 8 ساعات، ده رابع يوم. خامس يوم جالي كورونا، قعدت فيه 40 يوم، اعتذرت طبعا ما كملتوش. بعد مشوار طويل في التلفزيون والسينما والمسرح والاذاعه، لسه في ادوار نفسك تعملها؟ ايه نفسك تعمل ايه؟ انا كنت اتمنى في حياتي ان انا اعمل احدب نوتردام فيكتور هوجو، بتمنى لانه كاركتر على قد شكله وكده، انما قمه في الرومانسيه والانسانيه الحقيقه يعني. وكان بيحب الشعر، وكان يعني له مواقف كبيره جدا مع الملك ومع الملكه وفي القصر، وتحب الاول كان مرفوض في القصر يعني، انما تحب جدا جدا واصبح اعتبروه من ضمن العائله الملكيه. فكنت اتمنى ان انا اعمل الدور ده، وطبعا في الاخراج اتمنى اعمل حاجات كتير قوي يعني. بحييك على الاعمال الخيريه اللي انت بتعملها، وانت بتلعب دور مهم قوي الحقيقه في الانشطه الخيريه، كلمني عنه بقى بما انك واحد. والله العظيم اول حد يقول لي الكلام ده يعني، انت ده كلام مش على النت ده والله، جبتوه من ايه؟
شوف انا ليا نشاط كبير جدا في المجتمع المدني، بعيدا بقى عن الفن والحاجات دي، ليا نشاط كبير. اولا في فتره كنت استاذ في جامعه حلوان كليه الاداب جامعه القاهره. النشاط بقى ان انا نائب اول لرئيس حزب السياسي، الرئيس الشرفي للمنظمه المصريه الدوليه لحقوق الانسان والتنميه، الرئيس الشرفي ودي مهمه جدا الاتحاد الدولي العربي للتدريب التربوي، ده بيتكلم في موضوعات بعيدا عن الفن، في التنميه البشريه، الصحه النفسيه من الطفوله للشيخوخه، الحياه المتزنه، المسؤوليه الاجتماعيه، كل ده انا بدي فيه محاضرات. ده بالنسبه للنشاط. طبعا انا مستشار فني في مؤسسات كتير كنشاط يعني. نيجي بقى لذوي الهمم، بعمل لهم 3 مهرجانات في السنه الموهوبين بتوعهم. انا ومعايا الاتحاد الدولي العربي ده رئيسه الدكتور محمود العصافيري، انا معاه بقى لي 10 سنين، الرئيس الشرفي وده راجل يعني برضه له باع في الحاجات دي ويهمني ان انا اشكره. الدكتور عيد البجرمي اللي هو رئيس بقى المهرجانات، وبقى انا الرئيس الشرفي ورئيس لجنه التحكيم. بنعمل مؤتمر في بورسعيد عملناه من شهرين 3، ومؤتمر في اسكندريه، والفناله بقى الدروع والجوائز والحاجات دي بتبقى هنا في القاهره. الجمعيات الخيريه وجمعيات الايتام، انا ليا نشاط مع الايتام يعني كبير جدا جدا يعني. يعني طبعا على قد ما ربنا بيقدرني، على قد ما بنروح في الجمعيات الخيريه بالذات في مواسم بدايه الدراسه بنوزع الكتب ومش عارف ايه، مواسم الشتاء بنوزع البطاطين والحاجات دي، مواسم العيد الكبير، يعني ليا نشاط كبير جدا معاهم. وانا بقول ان ده واجبنا ولازم يعني لازم يعني يرجع بقى الانسان المصري انه يمتلك الروح الانسانيه ويمتلك الحب ويمتلك الود. احنا فقدنا حاجات كتير قوي واحنا ماشيين يعني. استاذ مصطفى انا سعيد وفخور ان انا شفتك والتقيت بيك. ربنا يخليك. انت واحد من الناس بتقدرها وبتحبها. شكرا قوي. تاريخك الفن المحترم وانسانياتك كل شيء جميل. واخيرا وليس اخيرا، اسمح لي اقول حاجه كده. طبعا بشكر جدا 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 الدكتور اشرف زكي نقيب الفنانين، لانه طبعا ده لفته فنيه وانسانيه عظيمه قوي بالنسبه لاجيالنا. وهو بالمؤتمر ده على فكره عمل رسالتين مهمين جدا. اول رساله تكرمنا وتكرمنا واحنا على قيد الحياه. الرساله الثانيه ان هو بيبعت رساله قويه جدا لصناع الدراما في مصر كمنتجين ومخرجين، بيقول لهم ان هؤلاء الناس لسه موجودين وما زال عندهم الطاقة والعطاء والخبرة. ربنا يديك الصحة. وبشكر الدكتور يحيى الفخراني والشركة المتحدة. كل سنة وانت بخير وتقدر دايما تدي وتعطي وتمتنع بعملك. وانت طيب وبخير واشكرك جدا. كان معكم الفنان الكبير مصطفى الدمرداش واحد من